بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الكل متشعبط فيك يا أهلي وكلام واجب التأجيل. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 859 لقاء الاثنين من ملك وكتابة، بيشعلق فيها المهندس عادل من أولها. كل واحد عايز يسوق نفسه بيتشعبط في الاهلي، يتشعبط اللي بيغازل الاهلي يتشعبط في الاهلي، لكن الاخطر من كده اللي عايز يعمل مكاسب في حته تانيه لازم يهاجم الاهلي ولازم يلقح على الاهلي ولازم يجيب سيره الاهلي، حتى لو كان الامر 100% يخص مكان اخر مش ما يخصش الاهلي، ولكن تكتشف ان الاهلي هو ماده التسويق عشان كله ينجح. انا هقول لك حاجه، انا هاجل الكلام في الموضوع ده الى ان تنتهي انتخابات نادي الزمالك، مش عايزين نقحم نفسنا في هذا الامر وندع كل واحد يلجا للاسلوب اللي يتصور ان فيه مصلحته. لكن مش معنى كده ان مش هنرد على ما يجب الرد عليه. لكن وجب التاجيل؟ وجب التاجيل عشان ما حدش يقول لك انت لا احنا بعيد خالص. تفضلوا خدوا راحتكم بس لن اعود.